إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل الله في كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل من ذا نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد وفي حياض نداه النهل والعلل لا يرتجى الخير إلا من لدنه ولا بغيره يتوقى الحادث الجلل خزائن الله تغني كل مفتقر وفي يد الله للسؤال ما سألوا وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل فافزع إلى الله واقرع باب رحمته فهو الرجاء لمن أعيت به السبل وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك ينحل عنك البؤس والوجل وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل وانظر إلى قوله ادعوني أستجب لكم فذاك قول صحيح ما له بدل.